مساء الخير، رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا عائشة نصار ومكملين مع بعض كلامنا اللي بنتناول فيه بالتحليل أحداث مسلسل الحشاشين. بنبدأ كلامنا وإحنا بنتتبع خطوات حسن الصباح وهو في طريقه لقلعة ألموت، مقر حكمه ومركز دولته اللي هيأسسها بعد كده، وبعد ما بقى بيمتلك قوة التركيبة الأساسية والمخيفة اللي مشيت على نهجها كل التنظيمات والجماعات الإسلامية والإرهابية التالية بعد كده، والمتمثلة أولا في جناح نشر الدعوة بقيادة زيد بن سيحون الداعية الأكبر في جماعته، وده بالتوازي مع القوة والقيادة العسكرية متمثلة في برزك أميد السلجوقي بعد ما نجح حسن في تجنيده وضمه لتنظيمه الإرهابي الباطن. برزك أميد المخلص الصادق، واحد من ثلاثة اللي هيكونوا سبب إن العدل يسود وندفع ظلم إحنا الثلاثة عن العالم كله. بس إحنا اثنين أكتر. عز الله مولانا، ردت محب الدعوة كده. الناس اللي جناحين فاضل العش، عش النسر. وبنشوف الصباح بعد كده وهو على طول الطريق بيسعى لتكوين حاضنة اجتماعية وظهير شعبي ليه ولدعوته بين الناس، وضم أكبر عدد ممكن من الأتباع وجذب الرعاة والبسطاء للدعوة الجديدة تمهيدا للوصول للقلعة والسيطرة عليها. والتحقيق ده بيوصل الصباح لاعتماد أولا على الدعاية لأسطورته الشخصية وعلى صنع الهالة الدينية وصك الكرامات والمعجزات اللي بتضمن له التأثير المهول على النوع ده من الأتباع البسطاء. هستأذنك أشوف أهل بيتي. عندك طفل مريض. عرفت إني اسمح لي أشوفه؟ تفضل اطلب الإذن. ده تحديدا كان بيعتمد حسن الصباح زي ما قلنا قبل كده على معادلة العلم في مقابل جهل اللي حواليه لصنع ما يظهر وكأنه معجزات في النهاية بتخدمه وتخدم أهدافه. حليم، عندك ولد هيكون بطل تتعجب من الخلايا. مولاي انت صاحب سر. وليه الزمان في رقبته كل الخلق؟ انا يدوب خادم من خدمه. هو ده بالظبط اللي كان بيعمله حسن البنا في بدايه تاسيسه لجماعه الاخوان المسلمين، فاعتمدت الجماعه على نشر دعوه الاخوان في مراحلها المبكره خاصه بين البسطاء على ترويج المعجزات والخرافات عن كرامات الامام اللي تخصص لها باب مستقل في ادبيات الاخوان بالعنوان ده، كرامات الامام. وحرص البنا على الترويج لمعجزاته وعلى توثيقها بنفسه في حوارات وثقها مؤرخ الاخوان محمود عبد الحليم في كتابه الاخوان المسلمون احداث صناعه التاريخ. واتكلم حسن البنا على امتحانات اللي كان بيلقنها له الله سبحانه وتعالى في الرؤى، وعن صوته اللي كان بيسمعه عناصر الجماعة أثناء تدريبهم في الصحراء وهم تائهين حتى يهتدوا لطريق الأمان، وغيرها من المعجزات والكرامات الوهمية اللي كان بيتنقلها الإخوان عنه من جيل لجيل. ومش بس كده، شفنا ده على امتداد تاريخ الجماعة بعد كده بالمعجزات الإخوانية الكاذبة في السجون على لسان زينب الغزالي وغيرها. لا أدري كيف أخذتني سنة من النوم، لا أدري كم كانت، ولكني نمت وأنا في سجودي نمت، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي يا زينب، فالتفت
فوجدت يدي فوق كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنت يا سيدي يا رسول الله؟ قال: أنا محمد رسول الله، وأنتم يا زينب، وأنت يا زينب على الحق. فقلت له: أنا يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله على الحق. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم يا زينب يا غزالي على الحق. فقلت له: نحن يا سيدي يا رسول الله. ووقع في قلبي وفي ذهني وفي خاطري أن قولة رسول الله أنتم أنها أنتم، أي الإخوان المسلمين. نحن يا سيدي يا رسول الله على الحق. فقال عليه الصلاة والسلام للمرة الثالثة: أنتم يا زينب يا غزالي على الحق. أظن المسجل في كتاب أيام من حياتي يغني عن إعادة هذا. وأدخلوني في حجرة وجدت بها عدد كثير من الكلاب، يمكن 20 كلب، يمكن أقل يمكن أكثر، وتركوني مع الكلاب. من بعد أذان العصر بحوالي ربع ساعة على الأكثر أو تلت ساعة، والكلاب معلقة بصدري وبكتفي وبرأسي وبظهري وبكل جزء من جسمي، أنياب الكلاب مغروسة فيه. قضيت ساعات لا أدري كم. فتح الباب بعد ساعات، كأن الكلاب مدربة. عندما فتح الباب انصرفت الكلاب عني، أخرجوني من الحجرة، وجدت الشفق الأحمر قد غطى السماء. نظرت لثيابي وكانت بيضاء، فلم أجد بها دم، فتعجبت كيف لا يكون دم قد أغرقني. شفنا ده على امتداد تاريخ الجماعة بعد كده بالمعجزات الإخوانية الكاذبة في الدعاية السياسية لمرشحين جماعة الإخوان في الانتخابات، وشفنا مرشد الإخوان محمد بديع وهو بيحذر من المساس بخيرة الشاطر مرشح الجماعة الأول للرئاسة بأنه مستجاب الدعوة، وأن نظام حكم مبارك سقط بس بسبب دعوته ضد. وأقول لكل من سيفتري على المهندس خيرت الشاطر، دعوته ضد المفتري عليه مستجابة بالنص على فكرة، وهو في القفص قال دعوات هي والله تم تنفيذها. وشفنا دعاية الإخوان بتتحدث عن كرامات المرشح الرئاسي سواء الشاطر أو مرسي من بعده بأنه يوصف هذا العصر الذي خرج من السجن ليحكم مصر. شفنا مرشد الإخوان في رسالته الأسبوعية في ذكرى 5 يونيو 67 وهو بيقول إن كل ما حدث من هزائم لحقت بمصر وقعت بسبب ظلم أو اعتقالات حصلت للإخوان، وأن العدوان الثلاثي حدث لمصر بعد اعتقالات قيادات الإخوان بعد حادث المنشية 1954، وأن النكسة حدثت بعد اعتقالات الإخوان في قضية سيد قطب سنة 1965، وده فضلا عن الدعاية الإخوانية التاريخية عن إن نظام حكم الملك فاروق سقط بسبب قتله لحسن البنا، وكذلك حكم مبارك سقط نتيجة للمحاكمات العسكرية للإخوان. بنشوف حسن الصباح وأتباعه في المسلسل بعد كده وهم بيصكوا عمليا مصطلح المال السياسي قدامنا على الشاشة، وبيقدموا الإعانات وأعمال الخير للرعاة والبسطاء مقدما وعلى سبيل الدعاية السياسية لدولة الصباح الدينية المرتقبة في مقابل الدعاية المضادة للسلطان السلجوقي ونظام حكم. المساهمة على الكلام من بكرة زي ولما نتكلم نقول يا مولانا، القلعة دي على جبل عالي، حسن صعب المنال. اجمعوا كل المعلومات عن القلعة والرعاة وقولوا لهم مولانا بيسلم عليكم وبيبشركم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تدوهم مال؟ صدقة. اشكره وقول له انا مش محتاجة صدقة. احنا كلنا اخوات في الاسلام، والاخ يساعد اخوه ده حقكم. هو انتوا مين؟ رجال من اهل الله وعلى باب كاين. نقول لك لو السلطان والوزير الظلمة نسيوكم ربنا عمره ما ينساكم، ولو انت ولادك احتاجتوا اي شيء تعالي عند علاقة ألموت واسألي عن مولانا. مفيش أسرع من كلام النساء. قصة الزهاد الثلاثة هتلف في الجبل. ثلاث زهاد بيوزعوا المال على الناس. ضيوف في قلعة ألموت عند الأمير. هما يعدوا من هنا شكلهم إيه؟ ثلاث رجالة وبيدوا الأطفال مال وبيدعوا لهم، وكل نفسه حاجة حقق هاني. أنا استناهم هنا حتى لو هقعد للفجر. وتسألوا على أولادهم الرجالة. تبشروهم وتدوهم سلاح. وقولوا لهم مولانا بينتظركم. مولانا بينتظركم في القلعة ويوعدكم بالجنة ويوعد أولادكم بالملك.
وهو ده بالظبط اللي كان بيعمله الإخوان على مدار عقود وهم بيستخدموا أعمال الخير وبناء المستوصفات والمستشفيات والجمعيات الخيرية لبناء ظهير شعب ليهم والادعاء لنفسهم بين المصريين في مقابل الدعاية المضادة وسد الفراغ اللي سايباه الأنظمة القائمة ولضمان كتلة تصويتية انتخابية ليهم وقت اللزوم، بالإضافة إلى أتباع مغيبين يسهل إدارتهم بعد كده في المسيرات والمظاهرات وأعمال العنف وحتى العمليات الإرهابية المسلحة اللي لزم الأمر زي ما حصل كده بعد 30 يونيو. وعي جديد بيقف المسلسل على تفاصيل قد تبدو للمشاهد العادي وكأنها فقط مجرد تفاصيل تاريخية أو درامية عن تأسيس حسن الصباح لجماعته ولدولته. وفي خطاب الصباح لتابعي بارزك أميد وزيد بن سيحون بتظهر ترجمة ضمنية كاملة للثوابت الفكرية والعقدية الموجودة لدى التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وعن الفرقة الناجية والطليعة المؤمنة القادرة على تغيير العالم ولو كانت قليلة. وهي المصطلحات اللي صقها وصاغها سيد قطب في مؤلفه معالم في الطريق. لما سما فتحت وشفت كان لازم ابشركم ان الثلاثه الهربالين دول هيحكموا العالم. من هناك هنحكم العالم. بعد كده بتيجي في سياق احداث المسلسل اهميه خطبه حسن الصباح لاتباعه من الفئه المؤمنه اللي بتسعى لحلم التمكين كما هي مصطلحات التنظيمات والجماعات الارهابيه المتاسلمه. وبيضع الصباح امام اتباعه ثوابت واساسيات وملامح واضحه لدولته الجديده ومجتمعه الجديد اللي هيبنيه، وده بعد ما توفر له التسليح والاعداد والمكان لاقامه دولته، وبعد ما ضمن بالشكل ده تفريخ اجيال جديده من المقاتلين وبناء مجتمع مغلق عماده السمع والطاعه المطلقه للامام صاحب مفتاح الجنة. أهلاً بالأحباب، أنتوا اللي لبيتوا دعوة الحق وصدقتوا دعوتنا في وقت قال فيه الصادقين. ما عليكم إلا الطاعة وما علينا إلا تحقيق الوعد. أولادكم أولادي هتربوا في القلعة، هيتعلموا علوم الفلك والرياضة والفروسية ويكونوا ضامنين لأهلهم دخول الجنة. المال اللي معانا مش لينا، للدعوة. احنا مش أهل مال، وكذلك السلاح لا نحتاج إلا خنجر أو سيف، الباقي توزعوه على من تثقوا فيهم فقط. من هنا العالم كله هيعرفنا، وساعتها يبقى بدأ الوعد العظيم، وعد النصر وقيام قيامة الأعداء. سيروا على بركة الله ووهبوا أرواحكم للطاعة. بعد الظهور يأتي الخفاء حتى يأتي وقت إفشاؤه. أعدوا نفسكم للفوز بدخول الجنة، لأني أبشركم أنا صاحب مفتاح الجنة. الله 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 هي دي الصورة اللي بتنطبق بالتبعية على أي حسن صباح جه بعد كده، وأيا كان اسمه بقى، حسن البنا أو أسامة بن لادن أو أبو بكر البغدادي، في النهاية هو نفس الحلم ونفس الاستراتيجية ونفس الخطاب ونفس الوهم والاستغلال باسم الدين. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لا تيأسوا، وحقائق اليوم أحلام الأمس، وأحلام اليوم حقائق الغد، ولا زال في الوقت متسع، ولا زالت عناصر السلامة قوية عظيمة في نفوس شعوبكم المؤمنة رغم طغيان مظاهر الفساد. والضعيف لا يظل ضعيفا طول حياته، والقوي لا تدوم قوته أبد الآبدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إن الزمان سيتمخض عن الكثير من الحوادث الجسام، وإن الفرص للأعمال العظيمة ستسنح وتكون، وإن العالم ينتظر دعوتكم لتخلصه مما هو فيه من الآلام، وإن الدور عليكم في قيادة الأمم وسيادة الشعوب، وتلك الأيام نداولها بين الناس وترجون من الله ما لا يرجون. فاستعدوا أيها الشباب،
واعملوا اليوم فقد تعجزون عن العمل غدا. هنا الملك الجديد، هنا جنة الأحباب وجهنم الأعداء، هنا نظام الكون الجديد. مفيش احتمال للغلط، مفيش حد يحب نفسه أكتر من الهدف. هنا عرش الدولة الجديدة اللي كلنا خدامه، اللي يخدمه غرض وهواه، ملوش إلا القتل في الدنيا وجهنم في الآخرة. حتى لو كان الشخص ده أنا أو واحد منكم أو ولد من أولادنا. يقول سيد قطب في أحد أخطر الأدبيات الإخوانية المنسوبة لي إن كلماتنا ستبقى عرائس ميتة من الشموع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة. وفي رأيي إنه مفيش عبارة مروعة أكتر من كده تقدر تجسد لنا التركيبة المرعبة المخلوطة باستغلال قوة الإيمان وسلطانه على النفوس، إذا ما اقترن بالنزعة السادية والدفع عمدا لصناعة المظلومية والاستشهادية المخضبة بالدم، وكمخطط مشوه للوصول في النهاية لضمان الخلود للفكرة الإرهابية إلى الأبد، فتنتقل بالتالي من تنظيم لآخر ومن جماعة للتانية ومن جيل إلى جيل. أيها الشباب، إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها وتوفر الإخلاص في سبيلها وازدادت الحماسة لها ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحية والعمل لتحقيقها. الإيمان، الإيمان اللي بيخلي كل الحاجات اللي انت قلتها دي سلاطين. إيمان عميق يخليك تقدر تحرك كل شيء. ويا ما كان في ناس إيمانها قوي وعميق وتهزمت وماتت تحت خيول ناس إيمانها أقل. ده صحيح، بس ده اللي بيكتبوه الظلمة في الكتب بتاعتهم. لكن المظلوم على صليبه بيكون أقوى من اللي صلبه، وبيعيش في قلوب الناس بطل. المهزوم ولو على حق بينتصر مع الوقت، ولو بعد 1000 سنة. عارف ليه؟ عشان المؤمن بشيء عنده فكرة، والفكرة بتقدر تعيش زمن أكبر من صاحبها، وكأن صاحب الفكرة خالد. خالد لا يموت يا زيد. الخلود شيء بيشغل بال المجانين والعظماء والأبطال. ما هو العظماء والأبطال مجانين برضو يا زين. مجنون حر أفضل من عاقل تابع. في ناس عاديين ودول هم الأكثرية، لكن في ناس غير، ناس ربنا سمح لهم بالمستحيل، ناس يقدروا يحركوا أرواح غيرهم زي ما هم عايزين، زي مولانا. ولأن الأفكار الإرهابية هي كمان ليها أجنحة، طول ما ملقتش قوة التوثيق والتنوير الكافية والمضادة ليها، فهو ده اللي نجح فيه حسن البنا وسيد قطب من بعده، وهو ده اللي عاش عليه الإخوان لعقود بالدعاية والنفخ في مظلوميتهم في 54 وفي 65، وهو ده برضه اللي رجعوا واستماتوا وسعوا للوصول ليه بعد 30 يونيو بسيناريو استشهادية رابعة زي ما شفنا. هو ده طبعا اللي أسس له ملهمهم الأكبر حسن الصباح زعيم الحشاشين الباطني زي ما احنا شايفين كده على الشاشة. بيخوض حسن الصباح مواجهته العسكرية ضد الدولة السلجوقية، لكنه ما بيفرطش أبدا في السياق ده في إنه يحول اللي بيحصل ده إلى حالة هستيريا إيمانية مطلقة بين أتباعه المغيبين، ويصيغ مجريات الأحداث من كونها صراع سياسي وعسكري بينه وبين السلاجقة إلى حرب دينية يخوضها الإيمان في مواجهة الكفر والظلم، وتتجسد فيها معجزة حسن الصباح نفسه. فهو كما يصدر ويرسم صورته في عيون وقلوب أتباعه صاحب الأسطورة الإيمانية والوساطة الإلهية والمعجزة الحية. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحتي برؤية وجوه المؤمنين هي الفرحة الأكبر. واعلموا إننا زي ما شفنا بعضنا دلوقتي، زي ما هنشوف بعض في الجنة تمام، لكن بوشوش ما فيهاش تعب السهر ولا جوع الصيام. واعلموا يا شباب الجنة إن ربنا ما أذنش ليا بالظهور ليكم ولا الكلام معاكم إلا لنبأ عظيم وبشرة أعظم. خبرني مولانا الإمام عن مولانا الشهيد، عن ربنا
اننا هننتصر وانهم هينسحبوا من حوالين القلعه مكسورين مخزيين. واعلموا ان مفتاح الجنه كان هديه مولانا الامام ليا. ادخلوا فيها من اشاء، ولقد استأذنته ان ادخلكم اجمعين. النصر ليه علامات وليه خطوات وليه خطة. أول علامة للنصر إنكم شفتوني، تاني علامة إنكم سمعتوني، وتالت علامة إنكم تنفذوا أوامري اللي هي أوامر مولانا الإمام. في نهار بكرة هيتكلم الحجر والشجر عن معجزة مولانا الإمام وعن أتباع حسن الصباح الصائمين قليل العدد اللي هزموا أكبر جيش ظالم على وجه الأرض. كحالوا عيونكم بالنجوم لأن في نورها بواقي كلامي مع الإمام. واغسلوا وشوشكم بنضى النصر، وامسكوا سيوفكم بقوة الله، وانطلقوا على بركة الله منتصرين محروسين ببركة مولاكم الإمام حسن الصباح. من أجل سيدنا طبعا حضرتك اقول لك شفنا حاله الهستيريا والحشد ده فين بعد 30 يونيو. كلنا لسه ما نسيناش حاله الحشد الدموي على منصه رابعه واصوات نفس التكبيرات المغيبه بالالاف بين اتباعهم وقتها، وفي كل الفعاليات اللي رفعت شعارات الشريعه والحرب الدينيه. اللهم رب السماوات والارض منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب، انصر عبدك محمد مرسي، انصر عبدك محمد مرسي، انصر عبدك محمد مرسي، ورده سالما غانما الى القصر الجمهوري. ونحن جنوده، نحن نحميه بارواحنا، وانت بجنودك التي لا يعلمها الا انت حامينا وحاميه. أقول نحن على يقين من وعد الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر. ما نسيناش كمان نفس الحديث عن المعجزات والكرامات الإخوانية، وعن جبريل اللي نزل بين المؤمنين في رابعة، وعن الرؤى المباركة بظهور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطلب من الرئيس الإخواني محمد مرسي أن يأم ويأم المسلمين في الصلاة. يقولون أنهم شاهدوا جبريل عليه السلام في مسجد Yeah.
وهو نفس الكتالوج وبأدق التفاصيل من حسن الصباح لحسن البنا وأتباعه في تصنيع الأسطورة الدموية المخيفة باسم الدين وتخليدها بالمعجزات الوهمية. ومن ناحيتنا فإحنا لسه مكملين معاهم ومع مسلسل الحشاشين اللي بيقوم بدوره التنويري في فتح وتعرية استراتيجيات الإرهاب وخطابه وأفكاره ممتدا من القرن 11 وحتى القرنين 20 و21.